احمد ذكرني بس اللي الاعلى هنا وش بياخذ؟ يحرق 50 غند هنا في هذه في اي نعم اشتراك 50 غند. اما هنا حصانه ريبيوات. احسنت. هذا حصانه، هذا 50 غند. طيب بسم الله نبدا. المتسابق الاول هاني جبرتي حصل على 25 او حرك 25 غند، يستاهل هاني. شوفي لو نقدر نشوف ردود فعل الشباب اذا ممكن بشكل سريع. مبروك هاني 25 غند، نعتبرها جيده. المتسابق التالي صالح النجاشي ايضا 25 غند يستاهل. ياسر العبيسي 35 غند يستاهل. سالم برعبيد 30 غند يستاهل. 35 ياسر من جديد رجعنا، يستاهل ياسر مرتين لأنه ما صفقت ما شفنا تصفيق. نواف حصل على 35 أيضا يستاهل. عامر آل سلامة حصل على 35 أيضا يستاهل. سعيد القحطاني 35 برضو يستاهل. يحيى بن معيض حصل على 35 أيضا يستاهل. عبد الله عنزي حصل على 40 يستاهل، 40 غند. عبد الرحمن القحطاني حصل على 40 غند. خليل ليش تصفق عبد الرحمن؟ مو مقاطعنا، المفروض ما تصفق. خليل بن تركي حصل على 40 يستاهل. خالد البوضان 45 يستاهل. بدر المصعبي 45 ايضا يستاهل. عبد الكريم القحطاني 45 يستاهل كذلك. 50 فيصل الايدا كعادته يستاهل. وحصانة نواف بن مدوخ. سعدون حصل على 30، سقط ساوا 30. طبعا حصل على الحصانة نواف بن مدوخ كونه حصل على أعلى نسبة تصويت، فألف مبروك يا نواف. وخلنا أذكر لكم بشكل سريع بس، المركز الثاني كان عامر آل سلامة، وعبد الله عنزي كان المركز الثالث، الرابع عبد الكريم. إيه من تتوقع الأخير؟ ها؟ الأخير واحد في بالي. من؟ ما أدري. عبد الرحمن القحطاني هو الأخير. عبد الرحمن القحطاني ب 29 صوت. كل التوفيق لكم. رسالة أخيرة من أخلاقياتنا على المستوى الشخصي من تربيات آباء.